بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده وخطيره، عاملين وصفات سهله جدا ان شاء الله هتعجبكم. الوصفه الاولانيه نعمل صدور فراخ بحشو الجبنه. بصوا فظيعه وسهله جدا جدا، مش هنعمل فيها اي عك كتير. صدور فراخ هنشقها كده بالسكينه ونحشيها جبنه وتاخد لها كده تشويحه لطيفه على النار، هتعجبكم قوي قوي وتدخل كمان الفرن، خطيره. الوصفه الثانيه هنعمل نوع سلطه فراخ بالخضار، برضو تحفة، فيها بيض مسلوق وخس وبصل وجبنة ريكفورد، اللي بيحبوا الجبنة ريكفورد أنا بموت فيها، تتحط مع السلطة والبصل الأخضر، خطيرة تعجبكم قوي. والوصفة الأخيرة هنعمل كيكة البلح. طبعا دلوقتي البلح الرطب موجود ظريف قوي، هنعمله بيوريه وندخله في وصفة كيك ونحط عليها صوص الكراميل، تحفة تحفة وسهلة، مقاديرها بسيطة وعادية جدا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنقول مقادير اول وصفه اللي هي صدور الدجاج بحشو الجبنه. بصوا معايا اربع صدور فراخ، صدر حلو كده عشان لسه هنشقه من النص ونتبله وندلعه كده ونحشيه. ايه بقى اول هنتبله تتبيله ونحشيه. حاضر يا استاذ احمد هنا ولا هنا اهو؟ طيب هنتبل الفراخ بايه؟ بمستارده، معايا اربع معالق كبار من المستارده، نظرا ان انا معايا اربع صدور، تمام، يعني كل صدر عليه معلقه مستردة، ومعايا معلقتين كبار من الخل الابيض، معايا معلقه صغيره من التوابل الايطاليه. التوابل الايطاليه دي بتتباع كده وهي عباره عن ايه؟ ثلاث انواع من التوابل: الريحان، الزعتر، والروزماري. هما الثلاثه مع بعض كده هي دي تشكيله التوابل الايطاليه، بتجيبيها او انت لو عندك ده على ده على ده، او حتى عندك واحد بس منهم زعتر او ريحان او روزماري، تقدري ايه تحطيهم الثلاثه كده مع بعض، معلقه يعني معلقه من كل تابل، تعملي كده لوكشه لطيفه جدا نتبل بيها الفراخ. ومعايا رشه من الشطه، ملح وفلفل اسود طبعا، ومعايا كمان رشه سكر، واربع معالق كبار من زيت الزيتون، ومعايا جبنه بقى موتزاريلا وجبنه شيدر مبشوره. وبس خلاص، وصفه ظريفه جدا بشويه زيت بقى كده هنحمر الفراخ. هوريكم الاول هتبلها ازاي وهتعامل معاها ازاي علشان تجربوها بنفسكم، هتعجبكم جدا ان شاء الله. اول حاجه عايزه اجيب السكينه اهي، عاليه سكينه، ونجيب لكم الصدور. بصوا اهو، واحد اتنين تلاته اربعه اهو، تمام. الناحيتين بتوع الصدر هتلاقوا واحده رفيعه وواحده تخينه، انا عايزه من الجزء التخين ده اشق كده ايه بالسكينه واعمل فتحه كده اهو. بصوا اهو كده، ادي اول صدر. نيجي للتاني نفس الحكايه كده، عايزين نخليها عميقه شويه عشان نعرف نحط فيها الجبن. بصوا دي فتحت معايا، فانا ايه هاخد كده حته فراخ منها وايه واقفلها. خدتوا بالكم لما انا فتحتها لقيتها ايه اتقطعت مني، تمام، فانا ايه قطعت حتة تانية زيادة كده عشان ايه اقفل عليها وحشوة الجبنة ما تخرجش منها، تمام، علشان ما حدش يقول علينا حاجة. نيجي بقى هنا نفس الحكاية برضو بهذا الشكل الظريف. بصوا اهو كده اهو، واخر واحدة كده بس، واتفتحت معانا اهو وظريفه جدا. ادي الفراخ، عايزين نحضر لها التتبيله اللي هنتبلها بيها وبعدين نحشيها جبنه. التتبيله زي ما قلنا عباره عن مستارده، التوابل الايطاليه اللي هي الزعتر والروزماري والاوريجانو، ملح وفلفل، رشه شطه، رشه سكر، وبس. هنجيب لهم بقى بوله عشان نعملهم مع بعض، بوله كده صغنونه اهي. نجيب فين الاسباتيولا الحلوه؟ تعالي يا حلوه فين؟ اهي هنحط المستردة هنا كده، تمام. هنحط رشه سكر زي ما اتفقنا، رشه شطه،
اسمه خايفه بتكتر عن رشه، فايديا عماله تتهز بقى لها ساعه ومفيش حاجه بتنزل. التوابل الايطاليه بس كده، هنحط ملح وفلفل، ملح وفلفل تمام، ومعايا خل، ومعايا زيت زيتون، نقلب التتبيلة الظريفة دي كده اهو. بس دي كده التتبيلة يا جماعة بتاعت الفراخ اهي كده. هناخد الفراخ فيها نحطها كده في التتبيلة الحلوة كده، واتأكد ان كله تمام، وهطلعها تاني ايه على القرمة هنا. هنعمل كده في الايه في الفراخ كلها، نتأكد ان التتبيلة وصلت لصدور الفراخ كلها كده 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 كده، ونفتحها المكان اللي احنا فتحناه ده بس كده اهو. واخر واحدة كده اهو، هتلاقوها لذيذة جدا، بس جربوها بس كده. نشيل بقى السكينة دي والبولة دي نوديهم كده بعيد، نغير الجلوفز دي، وهعمل ايه؟ هحشيها بقى بالجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا، واقفلها بخلة السنان وفي الطاسة على النار، هديها بقى تسوية كده، مش تسوية يعني، هي تاخد نص تسوية ولون، وبعدين هنقلها في صينية فرن وادخلها الفرن. شفتوا ظريفة ازاي؟ عايزة اجيب صينية الفرن هنا كده جنبي عشان بعد ما ايه نديها التحميرة، ونحط شوية زيت هنا في الطاسة اللي سخنت دي، زيت كده مش كتير قوي تمام بس كده. وهنمسك واحدة واحدة بقى من الفراخ الحلوة دي كده اهو، ونحط فيها شوية جبنة شيدر وشوية جبنة موتزاريلا، نقفل كده. اللي بعده نفس الحكاية، شوية جبنة شيدر شوية جبنة موتزاريلا، ونقفل الفراخ كده كده اهو. جبنة شيدر، جبنة رومي، جبنة اللي عندكم حطوها مفيش مشكلة كده. واخر واحدة موتزاريلا كده، هنقفلهم قبل ما نحطهم على النار بالستيكس كده، علشان بس تبقى محكومة كويس، الجبنة فيها تبقى لازقة في الفراخ. تقريبا كل صدر هياخد له ايه اتنين من خلة الاسنان الصغيرة الحلوة دي كده اهو. انا بقفلها كده اهو، وهنا كمان اهو واخر واحدة الحلوة دي وكمان الحلوة دي. وهنروح على النار ناخدهم كده ايه كده، اول ما نزلوا على النار على طول الريحه مش معقوله، جمالها خطيره تحفه. تاخد لون حلو، واقلبها الناحيه الثانيه برضو تاخد لون ظريف، وزي ما قلنا هندخلها تكمل تسويه في الفرن على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه. هنا كده
الاخضر، يهمني انها تاخد لون حلو. تمام يا سلام الرائحة الخطيرة. نتأكد ان الفرن بس سخن. واخباره ايه الفرن؟ عايزين نعمله على 180. تمام. لا فرن 100 جاهز. هي هتكمل تسويتها بقى براحتها في الفرن. الفكرة كلها بس ان ايه، ادينا لها اللسعة بتاعت الطاسة على النار زي ما انتوا شايفين كده. الطاسة بقى جنبي بتاعة الفرن. والله تعالي بقى يا فراخ يا حلوة اهو. نسيت اقول لكم ان انا هغطيها بالالمنيوم فويل بس كده. نجيب قطعة من الالمنيوم فويل وهغطيها زي ما اتفقنا على شكلها اللطيف ده، وهدخلها الفرن درجة حرارة 180 ربع ساعة، وتتأكدي انها استوت وظريفة. انا هعمل كده دلوقتي حالا اهو كده، هدخلها الفرن ونطلع فاصل بسرعة. اوان الم اللحوسة دي عشان ندخل على سلطة الفراخ المشوية بالخضار والبيض المسلوق بقى والجبنة ريكفورد، حاجة كده خطيرة ضروري تجربوها. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت دلوقتي هنعمل سلطه الدجاج بالخضار. وصفه ظريفه جدا وسهله قوي. بصوا معايا خس اللي هو كابوتشا مغسوله وظريفه جدا، هنفككها دلوقتي مع بعض اقول لكم هنرصها ازاي. معايا بيض مسلوق تقريبا 5 بيضات مسلوقين. معايا كمان كوبايه من الطماطم تشيري، ينفع الطماطم العاديه تكون متقطعه مكعبات ماشي الحال. معايا صدور فراخ مشويه متبله بالملح والفلفل فقط، وعلى الجريل كده مشويه هتبقى ظريفه جدا. او حتى لو انت اصلا عندك بواقي صدور فراخ مشويه من اكله امبارح بتاع هتنفع جدا، مفيش مشكله. ومعايا كمان جبنه الريكفورد. جبنه الريكفورد انا بموت فيها طبعا يا جماعه، وحلوه جدا مع السلطه دي. عايزين تستغنوا عنها وما تحطوهاش مفيش مشكله، عايزين تحطوا اي نوع جبنه ثانيه، جبنه فتة، جبنه براميلي، جبنه اللي هي المثلثات، اي نوع جبنه عايزين تحطوها بدلها مفيش مشكله على مزاجكم. الدريسنج بقى اللي هنحطه على السلطه عباره عن كوبايه خل، تمام، ربع كوبايه خل. كوبايه خل ايه؟ ربع كوبايه خل. ومعايا معلقه صغيره من العسل الابيض، ربع كوبايه خل، معلقه صغيره من العسل الابيض، ومعلقتين صغيرين من المستردة، ومعايا ربع معلقه من الثوم البودره، ومعايا كمان نص كوبايه زيت زيتون وملح وفلفل بس. ممكن كمان نضيف عليهم بقى من فوق شويه من البصل الاخضر. انا محضره توست كده محمص مع حته زبده مثلا ولا حاجه، يعني لو تحبوا تحطوه مع السلطه او بره السلطه براحتكم، ظريفه جدا. عايزين نقطع الفراخ اهو، نقطعها كده ايه شرايح كده مثلا. ولو انت عندك بقى اصلا بواقي فراخ او بواقي لحمه مشويه برده مفيش مشكله، كله هينفع. احنا هنحطها في السلطة فما فيش مشكلة ابدا. انا هسيبها كده شرايح. عايزين تقطعوها مكعبات برضو ما فيش مشكلة زي ما تحبوا. كل واحد ايه حسب اللي موجود عندك في التلاجة واللي موجود عندك في البيت تقدري تعملي اللي انت عايزاه، ما تقيديش نفسك. يعني اوقات بيبقى في مقادير قابله كده ان الواحد يلعب فيهم شويه ويحط شويه اضافات من عنده او حاجه، فاستغلي انها سلطه عادي ارمي فيها اي حاجه عندك مش مشكله. وهتتاكل وهتبقى ظريفه جدا. تمام ادي الفراخ اهو، نشيل الطبق ده.
عايزه اجيب الطبق اللي انا هعمل فيه السلطه عشان هو بعيد اهو، خليه هنا كده جنبي. ومعايا الخس الكابوتشي ده، نفتحه كده ايه ونرصه، نفتحه كده، عايزين كده نعمله فرشه كده تحت السلطه. عايزه تكوني عمليه اكتر وعايزه تقطعيه مفيش مشكله، تقدري برضو تقطعيه، بس هو عامه هيدي شكل ظريف جدا تحت السلطه كده واحنا بنقدمه. وانا اوقات بصراحه ببقى عمليه، ببقى عايزاه متقطع علشان اكله بسهوله، فبرضو حسب ما انتوا عايزين. وكده برضو هيتاكل مفيش مشكله، احنا مش حاطينه منظر يعني لا احنا حاطينه برضو كده عشان هناكله. بحاول ايه ابططه كده، هذا الشكل الظريف. يا دوبك الخصايه كلها هنفردها كده، عشان يبقى شكلها حلو واحنا بناكلها كده واحنا بنقدمها تبقى لطيفه. تمام، هنحط الطماطم التشيري هنا كده، بالشكل ده. هنحط البصل الاحمر، تقطع شرايح رفيعه جدا كده، برضو كده بالشكل ده، ونفصفصه كده. كل لما البصل الاحمر تكوني مقطعاه رفيع خالص كل ما يبقى ألذ حاجه. تمام، عايزين نجيب البيض الاول. معايا بقى هنا كده بيض مسلوق، هنقطعه برضو، ممكن تقطعوه بقى ايه زي ما انتوا عايزين، اقطعه شرايح كده. زي ما قلنا 5 بيضات مثلا او اكتر زي ما تحبي. لو عندك القطاعه بقى بتاعه البيض المسلوق دي بتبقى ظريفه قوي كده. كده عايزين نقطع بقيه الكميه. فاضل بضايه واحده فقط كده، وهنحط كمان الفراخ والجبنه الريكفورد، وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا اي نوع جبنه انتوا عاوزينه مفيش مشكله ابدا. بس كده عايزين نحط الفراخ مثلا كده اهو، واللي هيطعم الكلام ده كله بقى الدريسنج اللي احنا هنعمله حالا دلوقتي. ودي هنا الجبنه الريكفورد، ممكن نحطها بقى كده بشكل عشوائي هنا كده قريب من الطماطم التشيري، مكعبات كده ايه عشوائيه من الجبنه الريكفورد، وخليها على جنب عشان لو في حد مش بيحبها فتبقي ايه حطها كده ايه على جنب، ما تبقاش دخلت في السلطه كلها. بس ونبتدي بقى نحضر الدريسنج اللي احنا هنحطه على السلطة من فوق. استنوا كده لما ايه اروق المنطقة اللي قدامي دي.
القرمه دي عشان دايما دايما بحتاجها. ايوه كده طبق السلطه العظيم ده. هنجيب بقى بوله، بس انا عايزه البس الجلوفزات برضو لو سمحتوا يعني، بس شكلها اصلا يجوع قوي. ونبتدي نعمل الدريسنج اللي هو عباره عن مستردة، عسل ابيض، ثوم باودر، ملح وفلفل. بس نجيب الاسباتيولا الحلوه دي، وفي البوله هنا هنحط المستردة اهو، هنحط العسل الابيض، تمام، وهنحط الثوم البودرة اهو كده، هنحط ملح وفلفل، ملح فلفل، نحط خل، وهنحط زيت زيتون، قلنا الخل ربع كوباية وزيت الزيتون ربع كوباية. نزود الخل شوية عشان ايه، ربع كوباية ده يا جماعة يعني 4 معالق كبار، تمام. شوية زيت، بس كده هو ده الدريسنج اللي احنا هنحطه فوق السلطة اللطيفة دي. بس عايزة اجيب ايه بقى، عايزة اجيب معلقة غويطة مثلا حلوة كده عشان نحط عليها الدريسنج من فوق، تمام. هنحط كده على الفراخ بالمعلقه كده، وعلى البيض، البصل. عايزين بقى تقلبوا الكلام ده كله مع بعض وكده، مفيش مشكله ابدا، اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه. دايما الدريسنج ده اخر حاجه بنحطها واحنا خلاص هنبتدي ناكل، مش نحطه بقى ونركن السلطة كمان شوية ناكل، لا خلوا بالكم ده عامة في كل السلطات. وزودوا شوية كده عند الفراخ، وهنا هنا هنا كده، بس كده. وهيتبقى آخر شيء اللي هو البصل الأخضر، تمام. أنا عايزة كده إيه، نجيب هنا البصل الأخضر كده شويه من هنا كده، مش عايزين اول حبه دول، الحبه الحلوين دول كده ناخدهم كده ايه، نحطهم على وش السلطه، ناخد شويه كمان. بس كده يا جماعة، وبالهنا والشفا، سلطة ظريفة جدا جدا هتعجبكم قوي. بس نلم دول بقى كده على جنب، شكرا يا بصل، يا رب تكون عجبتكم السلطة ان شاء الله، تتشجعوا كده تعملوها خطيرة. هبص بصة كده بسرعة على الفراخ ونطلع فاصل، ألم الكلام ده كله علشان نعمل آخر وصفة، كيك التمر بصوص الكراميل، حلو حلاوة وسهلة جدا جدا، خليكم معانا.
انا جيت عايزين نطلع الفراخ، صدور الفراخ اللي احنا حشيناها جبنه، عايزين نطلعها ونقدمها ونعمل على طول كيك. تيجوا نعمل الكيك الاول؟ تعالوا نعمل الكيك الاول بعدين اطلعها. الكيك الاول، بصوا يا شباب معايا ايه؟ معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، تمام، ومعايا معلقه صغيره من الفانيليا، ونص كوبايه سكر بودره منخول، نص كوبايه سكر بودره منخول، ونص كوبايه زيت، تمام، وكوبايه من بيوريه التمر. ايه هو البيوريه التمر؟ اللي هو بيبقى ممكن عجوه ومتسيحه، تمام، وتعمليها بالشوكه كده كويس بحيث انها تبقى بيوريه، او حتى في الفود بروسيسور البلح اللي هو البلح الرطب موجود دلوقتي طبعا فظيع، انا عامله الكيكه دي مخصوص عشانه، فممكن في الفود بروسيسور كده يتفرم خالص، ده كده هيبقى البيوريه بتاع البلح. واحنا عايزين معيار كوبايه، تمام، كوبايه من بيوريه البلح، ومعايا كمان كوبايه ونص من الدقيق، تمام، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره مش كيس كامل لا معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره من البيكنج سودا، البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، تمام، هحتاج نص معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في عجينه الطعميه، هحتاج رشه قرفه ورشه حبهان بودره، حبهان مطحون، ورشه ملح، وكوبايه زبادي واحده بس، ومعايا كمان ايه شويه فستق وصوص كراميل علشان نحطه كده ايه على الكيك من فوق وبس. خلاص هنعمل الحاجات السائله الاول لوحدها، وبعدين نحط الدقيق بقى مع التوابل والكلام ده كله. هتشوفوا دلوقتي مع بعض وصفه كيك تحفه وسهله جدا. طلع هنا هذه البوله الظريفه، نجيب المضرب السلك، يعني كلها كده بالمضرب اليدوي هتخلصي على طول الكيك ما فيهوش حاجه. 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وعايزين نحط فانيليا، ايوه هي دي الفانيليا، تمام، نعمل كده ايه البيض مع الفانيليا، حاضر، وعايزين نحط الزيت كده ونستمر في الخفق. معانا الزبادي، كوباية زبادي اللي هي الكوباية الصغيرة بتاعت الزبادي اللي احنا بنتعشى بيها دي، معاهم كده البيض، الفانيليا، الزيت، الزبادي كده، وهنحط بيوريه التمر كوباية زي ما اتفقنا، اللي هو معجون الايه البلح، يعني معجون البلح كده احنا اللي بنعمله في البيت، بنضربه في الفود بروسيسور كده على طول بتلاقوه ايه اتفرم، بعد ما تكوني طبعا ايه البلح الرطب قشرتيه طبعا يعني اكيد يعني. وهنحط السكر، البودره، منخول، اخر حاجه هنا معاهم. بيبقى طعمها لذيذ، لذيذه بقى، تبقى تحفه كده. بس ده كده المقادير السايله، تعالوا بقى نعمل المقادير الجافه. الدقيق هنحط عليه بقى البيكنج باودر والبيكنج سودا ورشه الملح اهو، ورشه الحبهان المطحون، ورشه قرفه، بس كده هنخلطهم ببعض ونبتدي بقى ايه نضيفهم على خليط البيض بقى بالزيت والكلام ده كله، يعني تقريبا على مرتين ثلاثة لغاية لما عجين الكيك كله ايه يتجانس مع بعضه كده. هذا الشكل الظريف كده اهو، قلبي بس كويس واتجاه واحد وبحركه دائريه زي ما انتم شايفين كده،
بحركة دائرية اتجاه واحد، مش كده بقى وكده ونقعد نعمل، لا هي اتجاه واحد بس. واحنا بنقلب الكيك واخر حبة دقيقة اهم. صح يا استاذ احمد علشان الفوليوم. يا استاذ احمد حضرتك شيف حلواني الظاهر، يعني مخرج وشيف كمان. ده شغل جامد. كده اهو وكده اهو، بس خلاص ده كده خليط الكيك العظيم من اللي احنا عملناه. اي صينية فرن عندك بقى هتنفع، ما فيش مشكلة. انا عندي صينية دهنتها زيت وعفرناها كده بشوية دقيق علشان لما الكيك يستوي فيها تبقى سهلة على طول ومفككة، نعرف نقلبها ما تغلبناش بقى وكده يبقى شكلها غريب. فاهمين قصدي؟ فانا عايزة اجيب بقى خليط الكيك ده. هل في هنا، اين انت؟ اهي. ونحط خليط الكيك في الصينية كده اهو، سيبوش بقى ولا فتفوته خالص، نزلوا الكمية كلها. اي صينية عندك هتنفع. زي ما احنا عارفين الكيك بيدخل فرن سخن درجة حرارة 180، هياخد له كده تقريبا، احنا بنتكلم في 35 دقيقة تقريبا، وهيبقى باين عليه ان هو استوى. تختبريه بالخلة بتاعت الشيش طاووق او بالسكينة كده بالراحة بعد ما يعدي 30 دقيقة في الفرن عشان ما يعني ايه ما تبصش منك. تختبريها لقيتيها استوت اوكي، الخلة طلعت شوية عجين، يبقى اهدي عليها، استني عليها شوية كمان 5 دقايق لغاية ما تستوي معاكي وتبقى فظيعة وحلوة زي اللي احنا عملناها هناك. انا دي بقى ايه عايزة اجيبها هنا كده لغاية ما ندخلها الفرن، وعايزين نطلع الفراخ الفظيعة اللي احنا حشيناها جبنة علشان نقدمها سوا مع بعض. هطلعها من الفرن بس هلبس الجلوفزات الاول. بصوا الكيك لطيفة جدا، هنحط لها بقى صوص كراميل وكمان شوية فستق كده، رشة فستق خفيفة من فوق. هوريكم دلوقتي هعملها ازاي، بس انا عايزة الاول ايه اطمئن على الفراخ. عايزين نطلعها من الفرن. نجيب دي هنا كده عشان نجيب الفراخ. ايه يا فراخ تعالي، ريحتها تحفة. نشيل كده الالومنيوم فويل. يا سلام يا سلام، بصوا بقى الجمال، وريحتها عبقرية تحفة. هنجيب الطبق اللي هنقدم فيه الفراخ هنا كده زي كده، تبقى قريبة اهو. ممكن بقى ايه نحط كده رشة بقدونس تحت كده عشان بس ايه الشياكة، الالوان بتبقى حلوة كده، الطبق بيبقى بيفتح النفس وبيبقى ظريف كده. نجيب بقى الفراخ الحلوة دي نحطها هنا كده، وهنشيل منها الخلة دلوقتي حالا. البهريز بقى اللي نزلت دي كلها من الفراخ، احنا عايزين نحطها على الفراخ من فوق. فايه نحاول كده امسكها من غير ما تلسعني ان شاء الله. نحط كده منها شوية على الفراخ لانها دي التتبيلة بقى، دي طعم لطيف قوي قوي قوي. بس كده وخلاص. وصفة خطيرة وظريفة جدا. ممكن نشيل بقى الخلة دي كده عشان ايه الفراخ ميبقاش فيها اي خلل خالص. شلناها اهو عشان ما تضايقش حد وهو بياكل. جميلة جدا جدا يا جماعة. هي فين الخلة التانية؟ انا مش شايفاها، مش عارفة هي فين، تقريبا وقعت بقى راحت فين، اتبخرت.
انا مش عارفه الاقيها دلوقتي، بس ان شاء الله الاقيها. واحنا بنيجي ناكلها دلوقتي هنلاقيها. ايوه تيجي نقطع حته كده ولا حته كده ولا ايه يا جماعه؟ تعالوا كده نبص ايه الاخبار. بصوا استوت وتجنن، خطيره حلوه حلاوه فظيعه. الفراخ استوت ومية مية وبالهنا والشفا، وتفضلوا معانا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله. عايزين نحط بس صوص كراميل، حطه على الكيك دلوقتي حالا ووريكم كل الحركات. ونودي الفراخ، في شويه لحويس كده عشان الشياكه بس مهمه بصراحه. بس انتوا كمان في البيت لازم تعملوا كده، اهتموا بالمنظر بتاع اكيد انتوا عارفين الكلام ده وبتعملوا كده طبعا. بتاعها هنا كده الفراخ اللطيفه اهي، ومعانا ايه بقى؟ صوص الكراميل. تعالى يا صوص الكراميل. اخر حاجه هنحطها كده 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 اهو. ممكن بقى ايه عشان الكيك اعمل كده بقى، نقوم احنا ايه عاملين الكراميل كده مثلا يعني. اعملوا بقى اللي انتوا عاوزينه، تغرقوها كلها كراميل براحتكو. بس تطلع معاكم خطيره جدا ان شاء الله. مقاديرها بسيطه قوي قوي قوي. يا رب يا جماعه تكون الحلقه عجبتكم النهارده، وتتشجعوا كده ان شاء الله وتجربوا الوصفات كده اهو. واخر حاجه بس انا ايه عشان بس تطلع شكلها خطير. بس كده حطينا الكراميل، هنرش بقى رشه الفستق الظريفه من فوق. خلاص خلصنا الحلقه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون ظريفه. اول وصفه عملنا صدور الفراخ المحشيه بالجبنه، وصفه حلوه جدا ومتبله بالمستردة، لطيفه قوي قوي، ودخلت الفرن بعد ما خدت لون خفيف على النار من فوق، خطيره. والوصفه الثانيه عملنا سلطه فراخ بالخضار، حلوه قوي، فيها بيض مسلوق، فيها طماطم شيري، فيها جبنه ريكفورد، فيها فراخ مشويه، صدور فراخ مشويه. وعملنا لها دريسنج بسيط قوي لذيذ جدا، طبعا خاص، جربوها هتعجبكم قوي. والوصفه الاخيره عملنا كيك البلح، حلوه قوي قوي ولذيذه جدا، ضروري تجربوها، سهله ومقاديرها بسيطه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ببقى مبسوطه جدا بكل الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها لي، وان انتوا بتتفرجوا على الحلقات، بجد ببقى سعيده جدا. وتابعوني كل يوم، هنعمل افكار جديده ووصفات جديده ان شاء الله تشجعكم تدخلوا المطبخ وتجربوا تعملوا الاكل بايديكم في البيت. بشكركم جدا، واستنوني كل يوم الساعه 2 على قناه النهار. باي باي.